الله يبارك في حضرتك، متشكر جدا. والفيلم الحقيقة فيلم أكشن من الدرجة الأولى، حاولنا نقدم فيه شحنة قوية جدا من الأكشن في ظل موضوع انترستنج برضو، وإن احنا ما نكررش نفسنا على مدار الفيلم اللي هو كله حركة، وبالتالي كل منطقة في الفيلم فيها حاجة جديدة، فكان صعب. الحقيقه الفيلم يعني انا دايما بحاول في افلامي ما اعملش شغل شبه بعضه، ما اعملش صوره شبه بعض او اختار انواع شبه بعض، وبالتالي يعني قد يكون ده اول فيلم اكشن اعمله، وكان فيه مذاكره كتير وتجارب كتير وعملت فيه مجهود كبير، واتمنى الناس تقدره في اي حته. صعوبات الفيلم كانت في ان هو فيلم اكشن، وبالتالي في نسبه خطوره عاليه في اثناء التصوير سواء لينا او للكاست بتاع الفيلم، فده عنصر كان يعني دخل في المعادله لازم نحسبه هو كمان، بالاضافه لبقيه تفاصيل شغلنا دي كانت حاجه، ان احنا بنصور في بلدان مختلفه دي كانت حاجه تانية، كل بلد ليها ظروفها ولغتها وجوها وقوانينها، وبالتالي كان لازم بسرعه نأدابت على ظروف كل بلد عشان نبقى افيشنت ونخلص مهمتنا بسرعه. قعدنا سنين في الفيلم الحقيقه، ما تصورش ورا بعضه، وتعثر كذا مره لظروف مختلفه. الكورونا الحمد لله ما اثرتش على التصوير، ولكن اثرت على عرض الفيلم، يعني الفيلم جاهز بقاله فتره ولكن ما اتعرضش علشان ما فيش اشغال كافي للسينما، هو فيلم الحقيقه كانت ميزانيته عاليه ولازم يكسب. تجربة كوكو شانيل تجربة بالنسبة لي مهمة جدا جدا في مشواري، واعتز بيها جدا جدا، ومبسوط قوي بنتيجة الشغل اللي اتعملت، ومبسوط قوي ان انا اتعرفت على قيمة كبيرة جدا زي الفنانة شريهان، والحقيقة اتعلمت منها كتير، ومبسوط قوي بالعمل، ومستني ان شاء الله ان هو ينزل والناس تشوفه. شريهان دقيقة جدا، بتهتم بكل التفاصيل، ولكنها مش يعني عارفه فين حدود الفنان وفين حدود المخرج وفين حدود يعني هي شديده الاحتراف، وبالتالي عارفه امتى تتدخل وباني نوع من التدخل، وهي بتختار الفريق اللي اشتغل معاها، وبترمي نفسها بثقه شديده جدا، بس هي بتبقى حريصه مثلا ان انت مبسوط، انت عملت لنفسك فيه، انت بتاع، فدي حاجه مهمه جدا كانت في التعامل، والحقيقه ان انا اول مره اشوفها كانت مع الفنان شريهان يعني.